بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الثلاثي الأول من السنة الحالية حوالي 517.4 مليون دينار، ما يعادل تطوراً بنسبة 18% مقارنة بالسنة الفارطة، وفق ما أكده المدير الأول بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي. ووصف السوسي في تصريح لخول سليتي هذا الرقم بالمهم، مشيراً إلى استئثار قطاعي الصناعة والطاقة بالنصيب الأوفر من الاستثمار الأجنبية المباشرة. هذا الرقم نعتبره رقم مهم، ثم تحسن بارابور السنة الفاتة. الرقم هذا كما تعرفوا الاستثمارات الأجنبية فيها جانبين، الجانب الأول هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي هو نعمل فيه أكثر تركيز، وثم القيمة المضافة بطبيعة الحال في القطاعات الأربعة اللي هما يشملوا الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي هما تاع الطاقة، الصناعة، صناعة العملية، الخدمات والسلاح. فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رقم تدفق بالمليون دينار هو 516.8 مليون دينار. نقسموا المبلغ هذا للطاقة اللي هي تمثل 177 مليون دينار، للصناعة 250.5 مليون دينار، أي بقيمة ارتفاع مقارب بنفس الفترة من السنة الفارطة حوالي 7%، الخدمات 84.5 مليون دينار، والفلاحة 5 مليون دينار. وقال المدير الأول بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي إن تونس تطمح إلى استقطاب 2800 مليون دينار خلال سنة 24 و2000، مضيفا بأن المستثمرين الأوائل في تونس هم من دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا. نطمح في سنة 2024 بتطبيع 2.8 مليار دينار، يعني 2800 مليون دينار. بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، نو بارتنير لليميت المستثمرين الأوائل اللي هم من أوروبا اللي هم فرنسا وإيطاليا وألمانيا حاليا، ثم بطبيعة الحال العديد من البلدان الأوروبية. مي احنا كوكالة نهوض الاستثمار الخارجي بيان سور نطمحوا، قاعدين نعملوا باش نستقبلوا مستثمرين أجانب.